زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور لم تشهدها يعني مصر من قبل، واستقر عند 2700 جنيه حد أدنى الأجور للعمال، وكمان شهدنا يعني تغير كمان في قانون العمل. فحجم التغيرات اللي بتحصل أو يعني ما تحققه مصر في صالح العامل وبالتزامن طبعا مع ارتفاع الأسعار وارتفاع المعيشة، حضرتك شايفه إزاي؟ بالتأكيد يعني الحركة أو حركة التغيير في مسألة الحد الأدنى للأجور خلال السنوات القليلة الماضية كان يعني كان إيجابي بشكل كبير جدا يعني لأن هو كان 1200 في عهد الرئيس السيسي ب 1400 ثم 2000 ثم 2400 ثم 2700 لرابع مرة، وهيطبق من شهر 1/7 في الموازنة الجديدة للدولة. دي كلها تغيرات إيجابية، لكن الأزمة الحقيقية دلوقتي إن إحنا حتى لما نيجي نقول خلاص طبقنا 1700 جنيه، طب 1700 جنيه هتواكب ال 2700 حضرتك تقصد؟ ال 2700 سوري، هتواكب القفزات اللي تمت في الأسعار خلال الفترة الحالية؟ بالظبط. بالتأكيد بالصعب، صعب يعني صعب جدا. لكن عشان أقدر أقول إن الحد الأدنى للأجور يواكب هذه التطورات، احنا محتاجين باكج او مجموعه من الاجراءات تتم عشان خاطر الحد الادنى للاجور ده يرضي او يعني يلبي بعض احتياجات العمال. زي ايه يا استاذ مجد؟ زي ايه؟ اولا عندنا مبدا اللي هو ايه، مش مهم اخد كام، المهم كام يشتري ايه. بالظبط. النهارده عشان خاطر اللي باخده يكفيني في ظل الارتفاع اللي موجود الغير مبرر من الأسعار، احنا عارفين ومدركين ان في تضخم حصل وفي ارتفاع حصل في الأسعار، لكن بالنسب مش موجود، مش اللي هي موجودة في السوق دلوقتي. احنا عندنا أزمة يا جماعة ان احنا 95% أو 90% من احتياجاتنا بنشتريها من الشارع، ودي صعب السيطرة عليها في الأسواق، بدليل ان انت بتروح تشتري حاجة بسعر من هنا وحاجة هنا بسعر مختلف وحاجة هنا بسعر مختلف. إذن في جزء من الزيادة ده مفتعل، فلابد من سيطرة الدولة على الأسواق بشكل كبير جدا. لابد نمرة اتنين، لابد أن تعود السيارات اللي كانت بتنزل في الشوارع والميادين، سواء من اللي كانت بتطلعها وزارة الداخلية أو الجيش أو الكلام ده كله، وتوزع فيها خضار بأسعار مخفضة للمواطنين، لابد أن تعود تاني في الميادين بشكل مكثف، خاصة وإحنا داخلين على رمضان وعارفين كمية الاستهلاك في رمضان. صحيح. لابد ان احنا كمان ان الناس، لابد ان الوعي عند الناس يزيد، ويبقى عارف ان السلعه لما يكون مبالغ فيها ان انا ما اشتريهاش لغايه ما سعرها ينزل. لابد ان يعود مفتش التموين من جديد، مفتش التموين اللي ما عادش موجود في الساحه ده لابد ان يعود من جديد عشان خاطر المخالف يقدر يعني يعمل له غرامه، يعمل له قضيه، يعمل له بتاع. يعني احنا لابد عندنا مجموعه من الاجراءات لابد ان تصاحب الحد الادنى للاجور عشان خاطر المواطن يشعر ان هو قادر ان هو يتعايش مع الوضع الجديد. لكن انا اعتقد ان ال 1700 2000 سوري انا مش عارف ال 2700 هيطبق على العاملين في الدوله خلال الفترة اللي جاية، لكن مسألة القطاع الخاص دي هتبقى صعبة شوية، يعني مش عارفين الظروف هتبقى ايه بالنسبة لها الفترة اللي جاية، لان طبعا اصابهم ما اصاب السوق المصري الموجود.